عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله، وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله هو الغني، فلا يحتاج إلى عبادتنا ولا إلى صالح أقوالنا وأفعالنا. ومن فضله علينا أنه يقبل منا ويثيبنا ويجعل حياتنا حياة سعادة وهناء. ولكن من توجه قلبه لغير الله معتقداً أن بيده نفعاً أو ضرّاً، حرمه الله السعادة في دنياه، وكان من أهل الخسران في أخراه، إلا أن يتوب إلى الله. فالله لا يقبل عملاً جعل لغيره، ولا يقبل عملاً أشرك فيه غيره. ومن عمل عملاً لغير الله فهو لمن عمله لا لله، والله أغنى الشركاء عن الشرك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.